إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله القائل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر وهي الليالي العشر من ذي الحجة قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد وغير واحد من السلف والخلف وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال سبحانه وتعالى أيضا فصل لربك وانحر وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والنصب أيها الإخوة الضبح كما قاله سعيد بن جبير وقيل جميع العبادات ومنها الضبح وهو أشمل وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين فالأضحية أيها الإخوة ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين فالآيات أيها الإخوة مر ذكرها وأما الأحاديث ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين فقد ضحى صلى الله عليه وآله وسلم وضحى أصحابه رضي الله عنهم وأخبر أن المضحية سنة المسلمين يعني طريقتهم ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم لكن اختلفوا هل هي سنة مؤكدة أو واجبة لا يجوز تركها فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما وذهب آخرون إلى أنها واجبة وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك واشترط أيها الإخوة للأضحية ستة شروط أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم دعنها ومعزها الثاني أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جذعة من الضعن أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبح إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبح جذعة من الضعن رواه مسلم والمسنة الثنية فما فوقها والجذعة ما دون ذلك فالثني من العبل هو ما تم له 5 سنين والثني من البقر ما تم له 2 سنين والثني من الغنم ما تم له 1 سنة والجزع ما تم له 1/2 سنة فلا تسوق التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ولا بما دون الجزع من الضعن الثالث أن تكون خاليا من العيوب المانعة من الاجزاء وهي 4 العور العين العور البين المرض البين العرج البين الهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد فلا تجزئ الأضحية بما يأتي الأمياء التي لا تبصر بعينيها المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونهوه حتى يزول عنها الخطر الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة المقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين ثم الشرط الرابع أن تكون ملكا للمضحي الشرط الخامس أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تسق التضحية بالمرهون الشرط السادس أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعا وهو من بعد صلاة العيد يوم النهر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم 13 من ذي الحجة فتكون أيام الضبل 4 يوم العيد بعد الصلاة و3 أيام بعده فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم 13 لم تصح أضحيته لما روى البخاري في الحديث المذكور آنفا لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت
فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا والذبح في النهار أولى ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخيرات أو إلى فعل الخير والأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة ثم الضعن ثم المعز ثم صبع البدنة ثم صبع البقرة وتجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرق في سواد وينظر في سواد فيؤتى به ليضحي به صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها يا عائشة هل من مضية ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وعال محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به رواه مسلم فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضعن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي أو ميت ويجزئ صبع البعير أو صبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم فلو ضحى الرجل بصبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في الهدي فكذلك يكون في الأضحية لأدم الفرق بينهما وبين الهدي في هذا ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة ثم روى مسلم في صحيحه عن مالك بن أنس عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبما من به علينا من التزام دينه أن يثبتنا على الطاعة وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه وأن يصلح أحوال المسلمين إنه قريب مجيب الدعوات أيها المسلمون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى أصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله Our khutbah today is going to talk about the etiquette of Udhiya and the fasting days of Dhul Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala took off in the glorious Quran by the dawn where he says wal fajr wa layalin ashr meaning by the dawn and by the 10 nights these 10 nights are the first 10 days of the hijjah according to Ibn Abbas according to Ibn Zubayr according to Mujahid and many among the past Khalaf and Salaf scholars It was confirmed in Sahih al-Bukhari from Abdullah ibn Abbas, a marfu' hadith, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is reported to have said, there is no day
among the days created in which the doing of righteous work is dearer to Allah than in these days. The companions then asked, even jihad in the cause of Allah, Ya Rasulullah, because jihad is considered to be the best. Even jihad in the cause of Allah, he replied, Sallallahu Alaihi Wasallam, except he who goes out with his self and his wealth, but did not return with anything. Therefore, doing the righteous works in these 10 days is precious, is virtuous. There are countless virtuous works that one can do, ranging from nawafil of salat, nawafil in song, sadaqah, preaching, reading the glorious Quran, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala frequently, because they are the best of the days, as mentioned by the noble Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who knew the Quran, who knew the message of Allah subhanahu wa ta'ala better than anyone on earth. He was the one who gave this translation when Allah said, Wal fajr wa layalin ashr. In explaining this, the noble Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned the hadith we quoted just a moment ago. So it is an opportunity for you that comes but once. It is an opportunity for you. It is an opportunity for me. It is an opportunity for all of us. We must not allow these days to go without intensifying the acts of ibadah. In relation to this, concerning the other year, Allah subhanahu wa ta'ala says, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, meaning, therefore, turn in prayer to your Lord and sacrifice to Him. He further says, say, verily my salat, my sacrifice, my living and my dying are for Allah, the Lord of the Alameen. He has no partner, and of these I have been commanded, and I am the first of the Muslims. He further says, and for every nation, we have appointed religious ceremonies that they may mention the name of Allah over the beast of cattle that He has given them for food. And your God is Allah subhanahu wa ta'ala, so you must submit to Him alone and give glad tidings to the Mukhbitin. Who are the Mukhbitin? They are those who obey Allah with humility and are humble from among the true believers of Islam. The word an-nusku, as mentioned in the ayah, means slaughtering, according to Sa'id bin Jubayr. Sa'id bin Jubayr is one of the greatest followers, that is, those who saw, met, studied before the companions of the noble Prophet sallallahu alayhi wa sallam. In fact, he was considered to be one of the best of Mufassirun. He said the meaning of nusku here means slaughtering. It was, however, said it means all acts of ibadah, including slaughtering, because it is an act of ibadah. This opinion is more elaborate and entails everything. Over here, on the other hand, is the animal slaughtered on the days of Eid as a means of coming closer to Allah. It is one of the legislated symbols of Islam, which is confirmed by the Book of Allah, the Sunnah of the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the consensus of the Muslims. Anas bin Malik narrated from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the Prophet offered a sacrifice 200 rams, black and white in color. He slaughtered them with his own hands and mentioned Allah's name over them and said takbir, that is Allahu Akbar, and put his food on their sides. Similarly, Aisha radiallahu anha
reported that Allah's Messenger commanded that a ram with black legs, black belly, and black circles around the eyes should be brought to him so that he should sacrifice it. He said to Aisha, "Give me the knife," and then sharpen it on a stone. She did that. He then took it and then the ram. He placed it on the ground and then sacrificed it, saying, "Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin," meaning, "In the name of Allah, O Allah, accept this sacrifice on behalf of Muhammad and the family of Muhammad and the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam," as reported by Muslim. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the companions had done the sacrifice, and he stated that it is a legal tradition of the Muslims and their way of life. Thus, there is consensus among Muslims on its religiosity, as reported by numerous scholars, but they differ on the legal status. Is it a strong sunnah or compulsory that one cannot leave? Majority of the scholars took the former opinion. They are Shafi'i, Malik, and Ahmad in the prominent narration from the second and the third. Others say it is compulsory. They are Abu Hanifa and one of the two narrations from Ahmad. And it is the preference of Ibn Taymiyyah, who further says, it is one of the two opinions in Maliki Madhab, or it is the clear opinion of Maliki Madhab. The sacrificial animal should fulfill some conditions. One, it should be from the animal livestock, camels, cows, sheep, and goats. It should reach the recommended age, the jazana or thaniya, from beyond. While jazana is below musinna, thaniya among camels is 5 years old, among cows is 2 years old, in sheep and goats is 1 year. Jazaa is 6 months old among sheep and goats. Sacrifice is not allowed with any of the recommended animals below the class of thaniya, except sheep and ram of the class of jazaa, that is 6 months. Jabir reported Allah's Messenger as saying, "Sacrifice only a grown-up animal unless it is difficult for you, in which case sacrifice a ram of even less than a year," as reported by Muslim, that is 6 months. "It should be free from defects that disqualify it from the sacrifice, and they are as follows: one-eyed animal is not allowed, sick animal is not allowed, animal that is limping is not allowed, emaciated and fatless is not allowed. Other additional qualities that make the sacrificial animal not qualified are total blindness, any deficiency capable of disqualifying the animal not mentioned above, a pregnant animal in difficult delivery situation, an entangled animal with rope, falls from a hill, pierced by another animal with its horn, an animal that cannot walk totally, an animal with amputated hand or leg. It should be fully owned by the person who intends to slaughter. It should not be mortgaged. It should be slaughtered on one of the recommended days. The days of the sacrifice are 10th, 11th, 12th, 13th of Dhul-Hijjah. Whoever slaughtered before or after is invalid. Because Imam Bukhari narrated from Anas bin Malik that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever slaughtered the sacrifice before the prayer, he just slaughtered it for himself. And whoever slaughtered it after the prayer, he slaughtered it at the right time and followed the tradition of the Muslims. However, should there be an excuse, he should slaughter even after the days passed. For example, the sacrificial animal got strayed and it is not found until after the days elapsed.
after the 13th. This analogy is deduced from the hadith which says, whoever slept without praying or forgot to pray until the time goes out should pray when he remembers or wakes up. The slaughtering can be done in the day or night time, but slaughtering in the daytime is better, just as slaughtering on the first day is virtuous than on the remaining days. The best among the sacrificial animals is camel. Camel then calf, if you slaughter them alone. If you slaughter them alone. Then sheep, then goat, then seventh of a camel, then seventh of a cow. One sacrificial animal suffices for one and his family members. It is not allowed for two people to jointly buy a ram or goat to slaughter as sacrifice, because it was not found neither in the Quran nor in the Sunnah of the Noble Prophet sallallahu alaihi wasallam. No selling of the meat or the skin of the animal. Finally, Ummu Salama reported Allah's Messenger as saying, if any one of you intends to offer sacrifice, he should not get his hair cut or nails trimmed, as reported by Muslim, Book 22, Hadith number 4870. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.